إجارة أو أشد قسوة، حينما يقسو القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. بالقرآن جاء بالوصف التمثيلي، قال مرات الحجارة أفضل من ذلكم القلب الذي يموت حينما ينغمس في الملذات، بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. يغمر قلب ما هو ليغمر، تنغمر في الماء تهوت تجيف، فالقلب يغمر في المعاصي، يغمر حتى يجيف يموت، ما يتلقاش من يتنفس. وإن منها لما يشقق فيخرج به الماء، وإن منها لما يهبط من خشيتنا سبحانه وتعالى. الجبل يخشع من الله حجرا وحصا من خشية الله سبحانه. مصداق ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. طلب موسى عليه السلام كلم الله سبحانه وتعالى، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه لجبل الجبل من نور الله قيد الأنملة فصار الجبل دكا، محق الجبل على ضخامة الجبال، وجعلنا الجبال أوتادا رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فرات. ذلك اندك الجبل، وقالوا لنا علماء الجيولوجيا أن الجبل كل ما يكون في بطن الأرض ويندك من خشية الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم معصية وضع النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ أحمد أدرى وأعلم مني ما وقف على جبل أحد هكذا ووجه الجبل. ذلك هذا كل رجال تقال في طاعة الله، ارتج ما ارتج، هذا كل رجال تقال في طاعة الله. كل واحد عنده ميزان بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال أنا أدخل الجنة عن يميني أبو بكر وعن يسار شمالي. كان يفرق الشيطان منه فرقا يفر منه إذا رآه سلك مسلكا إلا سلك مسلكا آخر من خشية الله سبحانه وتعالى. ذلك ربي قال في القرآن الكريم في سورة الرحمن: كل يوم هو في شأن. قالوا: وما شأنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يغفر ذنبا ويكشف كمت على الله سبحانه وتعالى. ربي ولناديك إذا ناديت لبيت نداء الله سبحانه وتعالى ودخلت في رحاب طاعة الله يرفع الله لك شأنه. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربي دائما، يدعو دعاء متواتر في الأثر، قل اللهم انقلني من ذل المعصية إلى، لأن قد يحرم العبد رزقا يساق إليه بسبب معصيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. القرآن أتى ليهذب أرواحنا. القرآن الكريم ليس كتاب شكليات بروتوكولات، القرآن الكريم هو حياة ربي سماه، ربي عطاه الوصف: كذلك أوحينا إليك روحا. والإيمان من قبل يا محمد، ها ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الله سبحانه وتعالى جعل القرآن روحا حياة نورا، كما هو نور ربي نور سبحانه وتعالى، الله نور السماوات والأرض، وأرسل محمد النور، قال القرآن هو النور تاعكم، ها فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلناه والله بما تعملون خبير. هذه طاعة الله حينما ينور لك المسلك. قالوا في سير وتراجم الصحابة والصالحين أن أسيد بن حضير رضي الله عنه كان يخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الشديدة الظلام، يخرج من عنده منظره في الليلة ما كاش كاع الضوء، ما كاش القمر، ليلة ظلمة، يشوفوا الصحابة مورا واحد مشى بكانكي بالضوء ما يوصلها الضراعه ويقاطع الضوء. يأتي الملك يمشي معه بنوره حتى يوصله إلى بيت سبحانه وتعالى. ربي يقيد له المسلك، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تقون. هذه وصية ربي سبحانه وتعالى، قال ربي ذلكم وصاكم به، راه يوصي فينا الله سبحانه وتعالى كما قال في القرآن الكريم في مواضع عدة. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن العظيم، قال: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو. ثم قال القرآن الكريم مبينا: ويحذركم الله نفسه، ربي بروحه راه يحذر فينا. قال: ما تقولش ما قلت ليش. قال: ويحذر، الآية في سورة آل عمران: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. أنا نحذر فيكم، نقول لكم ها الجنة ها النار، ها الطاعة
هل معصية، هل مقبول، هل مرفوض، هل حلال، هل حرام، هل طاهر، هل خبيث. الله سبحانه وتعالى رجعت بين يدي الله سبحانه وتعالى وخرجت روحك من جسدك وتهيأت للحساب. ربي يقول لك ماذا أحضرت لنفسك اليوم؟ ها؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، واجد موجود، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يا رب قال يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ما يشوف البهائم ولا تراب، يتمناك كان بهيمة في هذه الدنيا. يا رب قال كل شيء ذلك للعبيد. ثم قال رب العزة، القرآن واضح جماعة، 6236 آية واضحة بينة لا يعتريها غموض. ربي جابه قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، هو الموعظة، أنكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح ورحمته والقرآن أو بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي اجمعنا. هذه المنة من الله سبحانه وتعالى بأن فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أفضل الأمم، ليتمنوا الأنبياء يكونوا غير عضو بهذه الأمة، يكون غير فرد بهذه الأمة، فيشبع النبي صلى الله عليه وسلم. ربي هيئ لك هذه الثمرة التي سبين يدي الله. منين كان يناديك الملك؟ شحال من واحد يقول لك شكون شاد الموجة في الأخبار وشكون قال؟ زرع قد دنا حصاده. صاحب بدا صاحب وجدته باهي حصدكم. يا أبناء الخمسين ماذا قدمتم وماذا أخرتم؟ يا أبناء الستين هلموا إلى الحساب. يا أبناء السبعين ماذا تنتظرون؟ ولا شك من بلغ الستين سنة فقد أعدر إلى الله، قالها رسول الله في حديث البخاري، من بلغ ستين لا عذر لديه، سيبقى لا تعذر بين يدي الله سبحانه وتعالى. ستسأل عن عمرك وعن شبابك وعن مالك وعن علمك، ربي يسألك الله سبحانه وتعالى. هيك ربي قال في القرآن الكريم يحددنا، قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزق لكم من قبل أن يأتي يوم، يعني يوم القيامة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. أنفق أحد الأمور التي تعملها في الدنيا، لا بيع لا شراء لا خلة لا وساطة، لا ما كان والو، العمل الصالح بين يدي الله. لا سيسألك الله سبحانه وتعالى، ليس بينك وبينه لا واسطة ولا ترجمان، كما ورد في الترمذي رحمة الله عليه. قلت يا ابن آدم ألم أجعل لك لسانا وسمعا وبصرا وفؤادا، مش كملتك؟ ولقد خلقنا الإنسان في إحسان تقويم. ربي كملك، كاين اللي جاي مسكين قشرة تم بلاصته يبدو فيه، كاين اللي ما يشوفش، كاين اللي ما شفتش جهة، وانت ربي يعطيك كاع الصحة. خلقنا الإنسان في يا أيها الإنسان ما غرك بربك كريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك. كملك الله سبحانه وتعالى، جعلك إلى آدم ألم أسخر لك الأنعام والحرث، قال عليك ها الأنعام والحرث، غير ذبح وكل، غير قيس في الفلاحة وتنوض تتاكل، كل شيء ربي سخر لك. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يبغى يتفكر في خلق الله، لأن ربي قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الآيات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى ويتفكرون في خلق السماوات. شكون اللي أشد خلق جماعة، إحنا ولا السماوات والأرض؟ شكون أشد خلق؟ السماوات. ربي قال في القرآن العظيم سورة النازعات أنتم أشد خلق الأم السماء. بغى كاكينة قال لك يا البشر أنت قوي ولا السماء؟ لا بغى يطغى على ربي سبحانه، أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها. قال ربي السماء أقوى منك يا ابن آدم، والسماء لما قالها ربي الوحي جاء طايع. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال هوى الأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. سما وجه عند ربي قال ربي جاءنا طائعين لتأمرها نديره الله سبحانه وتعالى. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، دعاهم جاءوا الله سبحانه وتعالى، دعوهم الله سبحانه وتعالى. إن لله كما في السنة الصحيح، إن لله ملائكة في السماء السابعة هم سجود منذ أن خلقهم الله حتى إذا، فقالوا لرب العزة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، يا رب اسمح لنا ما عبدناش نشاء الله سبحانه.
يطلبوا السماح من عند ربي سبحانه وتعالى، يقول له يا ربي اسمح لنا ما عبدناكش حق العبادة، لم ينقطعوا عن العبادة ولو لحظة، يقول له سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ما أديناش العبادة كما أمرتنا يا ربي سبحانه وتعالى، ما بالك من يعرض عن ذكر الله.